استضافت الأمم المتحدة بجنيف مؤتمرا دوليا حول اليمن بمشاركة المملكة والتي تعتبر أكبر المانحين في الأمم المتحدة والداعمين للقضايا الإنسانية في اليمن. الأمم المتحدة بدورها أعلنت عن سعيها للحصول على 4,300,000,000 دولار لدعم خطتها الإنسانية في اليمن خلال العام 2022. This year, almost three quarters of the population of Yemen will need and depend on humanitarian assistance and protection to get by, to survive. That's an increase of 13% in a year on what was already a frightening figure. المملكة أكدت دعمها المتواصل للشعب اليمني وحرصها على أمن واستقرار اليمن وأن الحل السياسي هو الأمثل للأزمة. مؤتمر جنيف أدان الهجمات الحوثية المتكررة على المملكة وتقويضها لأمن المنطقة. حرصاً من المملكة العربية السعودية على الشعب اليمني الشقيق، فلقد قدمت خلال السنوات القليلة الماضية ما يزيد على 19 مليار دولار أمريكي كمساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية واقتصادية، وتصدرت المملكة الدول المانحة لليمن. خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2022 التي أعلنت عنها الأمم المتحدة بلغت حتى الآن 1,300,000,000 دولار، سيخصص جزءا كبيرا منها إلى دعم عملية السلام التي تستند على المرجعيات الثلاث. المملكة العربية السعودية من أكبر الدول المانحة في الأمم المتحدة والأكثر استجابة للقضايا الإنسانية خاصة قضايا اليمن. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.